مرة أخرى أعزائي المشاهدين مع نيافة الحبر الجليل أنبا بنيامين، وسيجيبنا نيافة الحبر الجليل أنبا بنيامين عن مفهوم الاضطراب، فعل الإيمان الحياتي، الطريق والحق والحياة، الفرق بين العيان والإيمان، محبة الله وحفظ الوصية، وأيضا روح الحق الذي لا يقبله العالم ويمكث معكم ويكون فيكم. سيدنا أسئلة كثيرة بقى في فصل الإنجيل، فصل الإنجيل من معلمنا يوحنا زي ما نيافتك أشرت، الإصحاح 14 في الصلوة الخامسة بدايته: لا تضطرب قلوبكم. سكرت بستأذن قدسك قبل الإنجيل في الآخر في المزمور، آخر المزمور يقول أخرج من الحبس نفسي لكي أعترف لإسمك يا رب. نسينا دي بقى نوضحها برضو، يعني إيه أعترف؟ الاعتراف برضو عدة أنواع. أول نوع من الاعتراف الاعتراف بالإيمان، يعني ساعات الجسد يكون سبب في تعطيل إيمان الإنسان، عشان كده مفروض الإنسان ياخد باله لأن الجسد ممكن يعطله. والجسد يهتم بالعيان أما لا، كمان ده الكتاب قال في كورنثوس الأولى أعتقد: إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد للخطية فستحيون. إن عشتم حسب الجسد فستموتون. من يزرع للجسد فمن الجسد يحصد فسادا، وأما من يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. فهنا الجسد ممكن يعطل، فأعترف بالإيمان لألا يكون الجسد يعطل الإنسان عن الإيمان. أو الاعتراف، الاعتراف بالإيمان. تاني معنى للاعتراف الشكر، أعترف بفضل ربنا فأشكره. وتالت نوع الاعتراف بمعنى الإقرار بالخطية، وده الاعتراف سيد الأدلة. يعني أنا بقدم سيد الأدلة على نفسي ودين نفسي عشان ربنا ما يدنيش. يقول: إن دنا أنفسنا رضي الديان عنا، وإن ذكرنا خطايانا ينساها لنا الله. فده برضو الاعتراف، سر التوبة والاعتراف يعني. فالاعتراف بالإيمان، الاعتراف بمعنى الشكر، والاعتراف بمعنى الإقرار بالخطية دليل التوبة. أيوة، المزمور يقول: ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك فإنه لن يتبرر قدامك كل حي. أيوة، يعني إحنا طبيعتنا ضعيفة، ممكن نخطئ، لكن بالتوبة ربنا، بالتوبة والاعتراف، توبة تساوي استحقاق المغفرة. لا، بالاعتراف ننال المغفرة بالتناول كمال المغفرة. طب سيدنا، إيه هو الاضطراب المقصود هنا في فصل الإنجيل: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا به؟ الاضطراب والقلق ممكن أن يتعرض ليهم الإنسان في حياته، سواء بطريقة صحيحة أو مريضة. ساعات يسموا القلق القلق الحميد أو القلق الكويس، يسموه بالإنجليزي concern، يهتم يعني. لكن القلق المرضي اللي هو فيه بقى الاضطراب وحالات ضعف الإيمان، حتى يسموه الأطباء anxiety، في إثارة في اتجاه غلط يعني. يعني إنسان قلقان بمعنى إنه مش مستقر في الإيمان، في حاجة زعزعت إيمانه يعني. فعشان كده دي وصية ربنا، بيقول: لا تضطرب قلوبكم، يعني لا تقلقوا. وقالها للتلاميذ قبل كده: لا تقلقوا. أنا عايز أقول إن مفيش إنسان أبدا يخلو من القلق، يعني قد يهتز إلى لحظات، أو يهتم، بلاش يهتز، يهتم بأمر ما. ذلك السيد المسيح قال: لا تهتموا بما تأكلون ولا بما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون. فحتى الاهتمام ممكن يبقى هزة في الإيمان شوية، لكن الاهتمام كويس إذا كان إيجابي، يعني زي طالب بيهتم بمذاكرته، أب بيهتم بتربية أولاده أو أم.
ابن بيهتم بالاستفادة من الأجواء الروحية وهكذا، يعني الاهتمام كويس بس الاهتمام دون الهم. نهتم دون الهم، لأن الهم دليل ضعف الإيمان، والاهتمام المريض برضو والاضطراب والحاجات دي يعني. فأنا بقول دايما كده القلق هو نوع من الخوف، لو زاد يتحول إلى نوع من الشد العصبي، وإذا زاد يتحول إلى نوع من الاضطراب النفسي، وإذا زاد يقلب بأمراض جسدية بقى، المعدة العصبية والقولون العصبي، وفي ناس ساعات كده جلدهم يترعش وعينيهم تضطرب، يعني حركات الجسد اللي تدي إحساس بالاضطراب يعني. وساعات بتجيلهم هزة نفسية، يعني يبقى مهزوز كده، مش راسي، مش عاقل يعني، مش قوي، ضعيف. فلا تضطرب قلوبكم، دي وصية جميلة تحض على فاعلية الإيمان، تفعيل الإيمان. يعني زي واحد عنده حاجة بس مش مفعلها، مش بيستخدمها، واحد عنده الإنجيل بس مش مفعله، عنده إيمان بربنا بس مش باين، مش مفعل، مش داخل في حياته يعني. لأن الإيمان نوعين، في إيمان عقلي، دي العقيدة يسموها الدوغما، وفي إيمان يسموه الإيمان العملي الحياتي، اللي هو يسموه I believe، أنا أصدق، أنا أؤمن، أو بليف، بليف اللي هو الإيمان الحي المعاش يعني، الإيمان الشخصي. وده بقى اللي بيهتم بالحياة الأبدية، يبقى كونسيرن بس في اتجاه مطمئن، مش في اتجاه يدعو إلى الاضطراب يعني. هو بيربط بين الاضطراب وعدم الإيمان بالمسيح، أو عدم الاضطراب والإيمان بالمسيح. لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا به. فهل هذا المعنى أن الإيمان بابن الله هو الذي يمنع الاضطراب؟ بالضبط، ده بيقول له آمنوا بي أن أنا جيت علشان أديكم النعمة التي تثبتكم في الإيمان، أديكم النعمة اللي تساعدكم على أعمال الإيمان، أديكم النعمة اللي بيها تنالوا كل عطية صالحة في المعمودية، في زيت مسحة المرضى، في التوبة والاعتراف، في كل الأسرار، النعمة اللي تفهم بيها وصيتي وكلامي، النعمة اللي بيها تتقوى في السير في طريق الحياة الأبدية، النعمة اللي بيها تنتصر، يعني عطايا كثيرة ينالها الإنسان المؤمن بعمل ربنا. هي آية لاهوتية مهمة جدا عن لاهوت الابن، يعني برضو أن أنا والأب واحد، تحمل هذا المعنى، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا به. الإنجيل اللي يحمل هذا المفهوم يعني زي ما قال له في لبس أرنا الآب وكفانا، قال له أنا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني يا في لبس، من رآني فقد رأى الآب. ولاهوت واحد يعني، جوهر متساوي ولاهوت واحد. فعشان كده السيد المسيح كان حريص في الفصل ده بالذات، وكان قبل الصليب، أن يثبتهم في الإيمان، ما يحصروش نفسهم في المرئيات، أن المسيح معاهم مرئي ومحسوس ومسموع، عشان لما يصعد، عشان كده أشار إلى الصعود، أنا ماضي إلى أبي، وقال أرسل لكم معزيا آخر إلى آخر. وأيضا المريض لا يحصر نفسه في المرئيات أو في الحسيات فيطلب الشفاء الجسدي، وممكن يطلب الشفاء الروحي، الشفاء الروحي والمدينة الباقية والانطلاق. في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا. والمكان معد، ده يقول تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. فهو أعد الملكوت من قبل إنشاء العالم، فعشان كده يقول لهم في بيت أبي منازل كثيرة، ويقصد المنزلة، مش مكان ولا منازل، لكن مكانة ومنزلة.
يعني نجم يمتاز عن نجم في المجد. يعني ده المريض بقى هو بيسمع الكلام ده يقول يا ترى أنا في أي منزلة، في أي درجة إيمان، في أي منزلة. دي مشجعات إنه يبقى عنده إيمان قوي يستحق به منزلة. يعني دايما الإنسان يحب اللي يكرمه، فإذا كانت الكرامة هتبقى من ربنا والطريق هو حياة الإيمان أو السلوك بالإيمان، فيبقى ده مشجع قوي. هو في امتحان إيمان دلوقتي، المرض امتحان للإيمان. يا ترى إيمانه قوي ولا ضعيف؟ أنه أقوى، المرض ولا الإيمان؟ هي دي بقى المحك. وفي بيت أبي هو بيت واحد برغم أن منازل كثيرة، لكن بيت هو بيت أبي. واحد بالضبط، وسماه بيت أبي. أيوة تمام، للميراث. يعني بيت أبي دي زي الورث كده يعني. صحيح، ما دام أبناء يبقوا ورثة. في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت وقد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذتكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. دي بقى من الوعود الجميلة جدا جدا. عايز يقول اللي يعيش معايا على الأرض هعيشه معايا في السماء. دي بقى في منتهى الروعة. يعني الناس فاكرة إنه الدين هو مجرد عقائد وحفظ تلاوات. لا، مش ده الدين. الدين حياة وروح. عشان كده السيد المسيح الكلامي هو روح وحياة. روح تحيي الإنسان في الإيمان. ولذلك بيبان الإنسان المتدين هو الإنسان الذي يحيا بمنطق الإيمان، يفرح بالتجربة لأنها اختبار هينجحه ويعليه. والواحد ما بيتنقلش من أولى لتانية إلا بالامتحان، ومن تانية لتالتة إلا بالامتحان. فبيعتبر أن التجارب والاختبارات ومنها المرض ومنها الضيقات ومنها الأحداث اللي بنشوفها، فهي يقول الله لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون، لكن يعطي مع التجربة المنفذ. في قول جميل قوي لأحد الآباء يقول الأرض فيها توهج، يعني أرض في نار في جوه أعماق الأرض، إحنا على سطح الأرض، البراكين دي اللي بتطلع البراكين. فيقول دي أهميتها إيه؟ إنها تحفظ التوازن بين الضغوط، الضغط الجوي والحاجات دي، والتجارب. فبالاتنين الأرض إيه؟ مستقرة. التجارب بتحفظ يعني الإنسان في الاستقرار في الإيمان. يبقى محتاج يستقر في الإيمان علشان يرتقي في الإيمان ويرتقي في الدرجات الروحية، فلابد منها. فالحياة مع المسيح له المجد هي حياة طول العمر، ودي تؤهل للحياة في الأبدية في الفردوس ثم الملكوت. طب سيدنا، ما دام برنامجنا عن الطقوس برضه، نيافتك تقول لنا في فصل بولس بيتكلم عن الإيمان ولا التبرير بالإيمان وليس بأعمال الناموس. أيوة. احنا برضه أحيان كثيرة في الطقوس بعض الناس يتمسكوا مش بالروح بتاع الطقس ولكن بالحرف بتاع الطقس، فيحيوا أعمال الطقس يعني أو أعمال الناموس في الطقس. هو لازم نميز بين التدقيق، الكاهن المدقق في الطقس بفهم، وبين الحرفية اللي هي التمسك بدون فهم وبدون روح. فلازم في فرق. يعني احنا بندعو الى التدقيق في الطقس لان له معنى، كل حركة، كل كلمة، كل لحن له معنى. فالتدقيق مهم بس نتيجة فهم، يبقى فاهم هو بيعمل ايه، مش نتيجة حرفية، وعنده روح وحياة في ممارسة الطقس. يعني
فكمالة فصل الإنجيل وإن مضيت وأعددت لكم مكان آتي أيضا وأخذكم إلي حيث ده المجيء الثاني بقى. المجيء الثاني آتي أيضا وأخذكم إلي حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. دي بقى كانت غريبة على التلاميذ، يعني إحنا مش عارفين الطريق، طب نعرف أنت رايح فين إزاي؟ ده معلمنا توما بيسأل. سيد المسيح بيديهم سؤال يفتح بيه الحديث على التعرف على الأبدية، يقول تعرفون الطريق وتعرفون إلى أين أذهب، فقالوا إذا كنا مش عارفين الطريق، فقالوا أنا هو الطريق والحق والحياة. يا زي معلمنا توما يقول له يا سيد لسنا نعلم أين تذهب فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ قال له يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. يعني الطريق إلى الحق والحياة، يعني السيد المسيح ورنا السكة، كشف لنا عن الطريق الذي يوصل إلى الحق والحياة. هو الحق وهو الحياة، فبيه عرفنا الحق والحياة. أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، ولو كنتم عرفتموني لعرفتم أبي أيضا، ومن تعرفونه وقد رأيتموه. فقالوا له أرنا الآب وكفالة، قال لهم من رآني فقد رأى الآب. جميلة، حديث لطيف بيكشف عن أمرين مهمين قوي. الأمر الأول إن السيد المسيح بيوريهم الحياة إلى الحق، يعني الحياة الحقيقية، يعني كيف نحيا حياة حقيقية. فهو الذي كشف عن الطريق وهو الطريق، يعني هو المخلص، يعني لولا الخلاص اللي تممه على الصليب ما كناش نقدر نوصل للحياة الحقيقية، للحياة الأبدية. ولذلك الحياة الأبدية تبدأ من هنا، يعني توجهك لفين. يعني واحد طالع رايح القاهرة من المنوفية، وهو طالع من باب البيت واخد طريق القاهرة من أول محطة القيام، موجه نظره على القاهرة، عارف هدفه، عارف هدفه. فالإنسان يطلب الأبدية منذ بداية حياته من هنا، عشان كده بتولده الكنيسة ولادة جديدة في المعمودية، وتديله عمل الروح القدس الدائم في حياته بالسكنة في الميرون. وبعدين لو تعرض لخطية بسبب الضعف يبتدي بالتوبة والاعتراف، ينال البر والقداسة، وبالتناول يثبت في المسيح كعضو في الرأس، لأن احنا أعضاء جسمه، فيبقى عضو في الجسد اللي رأسه السيد المسيح. فطريق الحياة الأبدية يبدأ من هنا. ساعات الشيطان بقى يقول للشخص اتمتع بالحياة هنا، الحياة على الأرض. أمال ربنا خالق الحاجات دي لمين؟ هو ربنا خالق الحياة على الأرض عشان نغلط، ولا علشان نقبلها من إيد ربنا للتمتع البريء المقدس؟ يعني مش لازم الإنسان لكي يتمتع بالحياة الحاضرة يخطئ. طب ده ربنا إداك كل شيء للتمتع بغنى، زي ما قال معلمنا بولس الرسول، أعطانا كل شيء بغنى للتمتع، فليه تعتبر الخطية هي التمتع؟ بالعكس، والخطية ما بتديش تمتع، الخطية تضيع. طب معانا أستاذة هدى من البحر الأحمر. سيدنا ألو. ألو. هاي أستاذة هدى اتفضلي. سلام يا سيدنا. سلام والنعم. معلش كنت عايزة أسأل نيافتك، أني أنا يعني بتعرض لضغوط يعني من ناس هم قريبين قوي ليا، لكن المشكلة أن أنا مش عارفة يبقى السلام، يعني أعرف أتعامل معهم إزاي. بيعملوا إيه علشان يضيعوا سلامك؟ عارف يعني مواقف كده ما يسلموش عليا، يضايقوني. يعني في عداوة بينك وبينهم؟ لا لا لا، بالعكس، ده قريبين جدا جدا، بس أنا مش عارفة أتعامل معهم، مش عارفة أكسب. يعني أنا أحيانا بحس إن أنا اللي مقصرة،
طيب، لكن طالما التملي يدوني مواقف تتعبني. طالما حضرتك حاسة ان انت السبب، يبقى حاولي تشوفي ايه الحاجات اللي عملتيها ادت الى هذا، وحاولي انك تصلحيها. يعني مثلا جايز تكوني قلت لهم كلام كان سبب في انهم يعملوكي بهذا الاسلوب، او وقفت موقف من المواقف ادى الى هذا. حاولي تشوفي ايه اللي حصل وتصلحيه. سيدنا انا حاولت كتير يعني ايه اتعامل معهم كويس جدا، واقدم هدايا وعملتهم اكتر من اخواتي، لكن لقيت الرد. يعني هو ده ممكن اكون الحاجه اللي تكشنتني قوي منهم، ان انا لقيت الرد عكسي، فابتديت اسحب وتراجع. بس لان احنا في اسره واحده، فمش عارفه ابعد. طيب، هل في نوع من الغيره مثلا غيرانين من حضرتك؟ هي ممكن، لان انا يعني واخده منهم شيء عزيز شويه، اخوهم. نعم، انا ما سمعتش الجزء ده. اخوهم. فانتي اخذتي اخونا مننا. طب مش انتوا بتجاملوهم في المناسبات وال ده من غير مناسبات وفي كل حاجه. طيب، امال خدتيه ازاي؟ ما اعرفش. ما هو في وسطهم يعني. عموما هذا قد يكون فكر شيطاني ممكن يوقع، لأن الشيطان اسمه زارع خصومات بين الإخوة. لكن يقول لا تدعوا، لا تعطوا لإبليس مكانا، نحاول بالمحبة نغلب. يقول لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. قدم لهم الخير على قد ما تقدري، والخير هينتصر إن شاء الله. شكرا استاذه هدى. ربنا يحفظ عليك. انا كنت قد ايه متضايقه فعلا، وعايزه حد يكلمني. الصلاه من الحاجات الجميله جدا اللي تخليكي تقوي على هزيمه الشر بالخير. قدمي لهم محبه وخير على قد ما تقدري، فالخير هينتصر والمحبه هتنتصر. شكرا خالص سيدنا. عفوا. معنا برضو سيدنا استاذ صبحي. الو. ايوه، اتفضل استاذ صبحي. ايوه، سلام يا سيدنا. سلام والنعم يا حبيبي. قبل هذا سيدنا، اهلا بيك. في بس سؤال يا سيدنا بخصوص الايه بتاعت في بيت ابي منازل كثيره. ايوه. بيقول بعد كده والا اني قد قلت لكم، يعني ايه والا كنت قلت لكم اني امضي؟ يعني انا مش محتاج اقول لكم ان انا لسه هجهز لكم مكان، ده المكان معد من قبل انشاء العالم يعني. وكمان هاجي واخدكم للمكان حيث اكون انا تكونون انتم ايضا يعني. طيب يا سيدنا، شكرا لمحبتني افتكر. يمكن في غلطه ان البعض بيركز على العباره يقتلعوها من مكانها ويقول انا ذاهب لاعد لكم مكان، وده عكس اللي المسيح كان يقصده. لما بنقتطع ايه من مكانها بتدي معنى غير السياق اللي يقصده. يقول له إلا كنت أقول لكم أنا ذاهب لأعد لكم مكان، لكن أنا مش هقول كده، لأن في بيت أبي منازل كثيرة، وكمان المكان معد من قبل إنشاء العالم. يعني المسيح أعد لنا المكان وجه عشان يعدنا للمكان. شكرا سيدنا للتوضيح. شكرا أستاذ صبحي لاتصالك. وزي بالظبط إيه، أب طبيب عنده مستشفى وله ابن، أعد المستشفى للابن وبعدين يدخله كلية الطب وياخد دراسات علشان يبقى مدير المستشفى. فأعد المكان له ويعد للمكان. فربنا أعد لنا الملكوت وجه عشان يقدم لنا الوسائل اللي تعدنا للملكوت. عشان كده هو معد منذ تأسيس العالم. صحيح. شكرا سيدنا الإيضاحات الجميلة ديت، ونستكمل حديثنا بنعمة ربنا الأسبوع القادم. بسك تفتكر بقى احنا وقفنا فين، ونستكمل إن شاء الله حديثنا المرة الجاية بخير على قدسك وعلى المشاهدين وعلى الكنيسة كلها. بصلواتنا يفتك سيدنا. شكرا أعزائي المشاهدين، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة. أقول لكم كونوا معافين.